عوض يعني لا لقهر النزاع تنظيم، هو يعني شعر ويجتهد جدا لمناهضة هذه القوانين التي يعني تعاقب المرأة بعنف. والأزمة أصبحت ليس في القانون فحسب، بل حتى منفذي القانون يعني يبدو أن هنالك يعني ممتلئين بالحق الاجتماعي تجاه المرأة، أو يعني ليس هنالك إنسانية أو رحمة. حتى لو فرضنا جدلا أن القانون يعني طبق عقوبة الجلد، طريقة التنفيذ، طريقة التطبيق يعني فيها عدم إنسانية. هذا بيدفع إنه يعني أي امرأة إن يعني تكون مع لا لقهر النساء أو تنظيم لا لقهر النساء، ويعني بدأ منذ الانحراف الذي يعني بدأته المرأة السودانية أو المرأة المثقفة السودانية الواعية بحقوقها في قضية لبنى، واستمر هذا التنظيم في المناهضة والدفاع عن كل من يعني تتعرض لعنف عبر القانون، يعني ده عنف منظم يعني حقيقي. فالنشاط مستمر وحيستمر، المناهضة مستمرة، هنالك تظاهرات وهنالك وقفات احتجاجية يعني يعني في هذا أستاذة فاطمة. وسبق أستاذة فاطمة، أنت صحفية وكاتبة، هل تستطيع فاطمة الصحفية أن تعبر عن رأيها بكل صراحة وبكل شفافية بدون أن يكون هناك لديها محاصرة في الكتابة؟ هل تستطيع أن تتحدثي بكتاباتك عن ما تتعرض له المرأة في السودان مثلا؟ أنا لدي تجربة يعني سبق وأن كتبت عن يعني اتهام صفية لجهاز الأمن، لأفراد جهاز الأمن باغتصابه، وتعرضت لمحاكمة أو جهاز الأمن يعني رفع فيني دعوة وتقاضى يعني حتى وصل مرحلة أن حكم علي بالسجن يعني لمدة شهر أو غرامة. فيعني ليس هنالك إمكانية أن تكتب كل ما ينبغي أن تكتبه وكل ما ينبغي أن تناهضه. فنحن في نظام ينتهك حرية الصحافة، ينتهك حرية التعبير. واضح جدا لو كان قرأت الصحف يعني في اليوم التالي للأحداث الاحتجاجات الشعبية في رفع الدعم عن المحروقات، وكانت خالية تماما من أي حديث عن الضحايا وعن القتلى، يعني كان عن حرق وتخريب، يعني كأنما الطرمبات وكأنما المحلات التجارية التي يعني اتهم النظام المتظاهرين بحقها والمجموعات التجريبية بحقها كانت أهم من عدد الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، أو الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذه التظاهرات، أو الجرحى يعني، أو حتى عدد المتظاهرين. يعني ليس هنالك حرية التعبير، وأنا أتحدث معك واتخذت الصحيفة قرار بالتوقف لكثرة صادرها يعني يوميا، يعني توقفنا على مدة 10 يوم، صدرها يوم اليوم بعد 20. نعم، أعود إليك أستاذة فاطمة. الإعلام يعبر عن الأخطاء الإنقاذية الكبيرة وعن الممارسات والانتهاكات اللي بتحصل للمرأة، وإن يكون في مواجهة مع الدولة. طب أستاذة فاطمة، أعود إليك، ولكن اليوم كان هناك أستاذة رشا، لك السؤال الآن. أستاذة رشا، خرج اليوم وزير الداخلية وقال بأن ما يحدث الآن بالسودان هو يعني مجموعة من المخربين، هؤلاء المجموعة هم الذين يقومون بتخريب البلاد، ونحن نحافظ على المواطن، وما يهمنا هو المواطن في السودان. كيف هو حفاظ على المواطن؟ كيف يمكن أن نحافظ على مواطن كما يقول بوقت يقوم بها انتهاك للمرأة؟ طب إذا أنت بتحكي عن مواطن هذول المخربين، هل المرأة التي تخرج إلى الشارع بطريقة سلمية وهؤلاء هم مخربين، طب كيف يمكن أن نحكم على هؤلاء بأنهم مخربين وبعد ذلك اعتقالهم وضربهم وجلدهم؟ ولا ننفي أيضا كمان هناك اعتقالات كثير من الرجال. أستاذة رشا، تظاهرات. نعم، تفضلي. ما يحدث في السودان هو احتجاجات مشروعة جدا من مواطنين سودانيين شرفاء خرجوا إلى الشارع للتعبير عن رأيهم في هذه الحكومة.
ما يشاع عن أن الذين خرجوا إلى الشوارع مخربين، هذه هي الرواية الرسمية التي تتردد لشرعنة القمع ولشرعنة القتل ولشرعنة الاعتقال والتعذيب وكل الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان التي تمت في الأيام الماضية. التخريب الذي يتحدثون عنه تسأل عنه الحكومة وتسأل عنه ميليشياتها وأجهزتها ولا يسأل عنه المتظاهرون السلميون. المتظاهرون السلميون خرجوا ومارسوا حق مقفول لهم بحكم الدستور إذا كانت الحكومة تحترم دستورها، ولكن دائما الحكومة تواجه أي تحرك في الشارع باتهامات من هذا القبيل، أن هناك مسلحون من الجبهة الثورية يريدون ترويع المواطنين الآمنين، وهناك عصابات للنهب وهناك عصابات للتخريب. كل هذا يساق لشرعنة القمع ولشرعنة العنف، وبالفعل تم قتل أكثر من 200 متظاهر. هناك الآن آلاف الجرحى موجودين في المستشفيات، وهؤلاء الجرحى كل يوم يموت منهم شهيد ويتزايد عدد الشهداء. الإعلام الحكومي الآن لا يتحدث عن الأرواح التي أسقطت، ولا يتحدث عن الجرحى، ولا يتحدث عن المعتقلين، ولكنه يتحدث أن هذا متجر سرق هنا وقلوم بالترزين سرقت هناك، يتحدث عن بعض الممتلكات ويتجاهل أرواح المواطنين ويتجاهل جراح المواطنين. وهذا يدل على أن هذا النظام يستخف بالشعب السوداني وأنه ماضي في سياساته القطعية، وهذا سيؤدي إلى تصاعد المد الثوري في الشارع السوداني. هم يراهنون على أن هذا القمع سيخيف الشعب، ولكن كل التجارب في كل الدول أثبتت أن القمع يمكن أن يؤخر سقوط الحكومات سينا من الدهر، ولكن في النهاية عندما ينفجر المارد الشعبي في لحظة من اللحظات سوف تنتصر إرادة الشعوب لا محالة. طيب أستاذة رشا، هل تعرضت رشا كباقي الصحفيات إلى اعتقال بسبب مقال كتبتي أو كان لديك رأي بالنسبة للانتهاكات بحق المرأة أو بحق الشارع؟ هل تم اعتقالك من قبل النظام؟ أنا لم يتم اعتقالي، ولكن تم منعي من الكتابة أصلا. يعني أنا الآن لا أكتب إلا في الصحف الإلكترونية أو في الأسافير، أما في الصحف الورقية السودانية التي تصدر في السودان أنا ممنوعة من الكتابة فيها أصلا. يعني الآن لا تستطيع الكتابة بالصحف السودانية. طيب برأيك إذا هم يتحدثون عن أمور أنهم يعملوا هذه الأعمال أو هذه الأفعال لصالح المواطن كما يخرج إلينا على وسائل الإعلام ونحن مع المواطنين ونحن مع حرياتهم، ولكن في النهاية هناك كبت لجميع الحريات حتى الصحافة، عندما منعوا رشا من الكتابة ماذا كان ردة فعل رشا؟ هل يعني كان ردة فعلك أنك وقفت الكتابة لأنك لديك خوف من اعتقالك أو ربما الاعتداء عليك؟ لماذا لم تعارضي على هذا القرار؟ يعني أنا لم أتوقف عن الكتابة حتى الآن، أكتب في الصحف الإلكترونية وفي المواقع الإلكترونية المختلفة، ولكن المشكلة أن مثل هذه القرارات بهذا الأمر يصدر الأمر شفاهة إلى إدارات الصحف. عبر الهاتف يقول لرئيس التحرير أو للناشر فلان لا يكتب وفلان لا يكتب وفلان لا يكتب، ولا يأتي بأي قرار مكتوب. يعني حتى لا تعرفي إذا أردت أن ترفعي قضية مثلا أو دعوة ينكرون. الآن ذهبنا إلى مفوضية حقوق الإنسان وقدمنا شكوى. مفوضية حقوق الإنسان تقول أن جهاز الأمن قال أنه لم يمنع أحدا من الكتابة.
لم يعني هذا قانون، يعني ما في حدا بيقدر يمنع حدا إلا إذا كانت كتاباتك ممكن إنه يعني تخرب شيء، يعني هذا يوجد، يعني أنت كتاباتك ممكن تأثر على شيء معين، من حقهم إنه مثلا يقولوا لك لا لا يصلح ذلك، ولكن أنت يمنعوكم من أي شيء. أعود إليك أستاذة رشا، أعود إلى ضيفتي الأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، في النهاية المرأة محرومة من كل شيء، محرومة من الخروج بالشارع كما تريد، محرومة من إعطاء رأيها، محرومة من الكتابة، محرومة من أي شيء. إذا كان الوضع هكذا، هل تتوقع هذا الحراك سوف يستمر بالذات للمرأة أم سوف يتراجع ويكون لفترة كما اعتدنا ورجوع الأهالي إلى البيوت وكأنه لم يحدث شيء؟ في تقديري أن هذا الحراك يستمر، يعني قطعا. وانت تعلمين ان كلما ازداد القبن كلما ازدادت الرغبه في ازاله اسباب هذا القبن، يعني فواضح انه الحراك النسوي حيستمر. وفي تقديرين المراه حتنظم نفسها للمد الثوري بطريقه افضل تكون من الرجل. واضح بان التنظيم اللي نظمته المراه في الوقفات الاحتجاج المعتقلين والمعتقلات في 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 سجون الانقاذ عقب الاحتجاجات المشروعه عقب رفع الدعم على المحروقات. الحراك النسوي يعني مستمر بوعي كبير جدا. واضح ان القضايا يعني كقضيه سمر او التعذيب الذي تعرضت له سمر حرك كثير من القطاعات النسويه، يعني تجاه ما تعرض له المراه، وخاصه انها يعني بنت صغيره في العمر. يعني فهنالك رغبه في 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 الحراك الثوري. ربما يعني هذه الايام هنالك حركه نسويه تنظم ذاتها في المشاركه الفعليه الحقوقيه في محاوله تحريك النشاط الثوري المستمر. والمرأة يعني معلوم عن المرأة السودانية إذا أرادت أن تحقق شيء ستحققه، وشاركت من قبل في استقلال السودان، وشاركت في ثورات من أجل الديمقراطية السابقة كما ذكرت في أكتوبر وفي أبريل. فلا بد أن تستمر هذه تستمر المرأة في السودان في شراكة لفك هذه الأقلال وللتحرر من عقلية الأيدية الشمولية اللي بيتعامل بها الانقاذ، يعني او تعامل بها مظاهر الانقاذ من اجل ان جاء الى الحكم. واضح جدا ان يعني نسبه العنف اللي تعرضت له المراه السودانيه في الفتره تحت الانقاذ كانت تتعرض له في تقدير المراه السودانيه من قبل، يعني فاصبحت قضيه المراه السودانيه قضيه راي عام محلي ودولي، يعني محلي ودولي، وهذا بيدفع الى الحراك الثوري للدفاع عن حقوقها ولاسترداد كرامتها. طب أستاذة فاطمة، دعيني أيضا بدقيقة، دعيني بدقيقة ونصف عن بصورة واسعة، وأصبحت مادة للإعلام المحلي. أستاذة فاطمة، أستاذة فاطمة عذرا على المقاطعة، ولكن دعيني أيضا بدقيقة ونصف للأستاذة رشا. أستاذة رشا، كيف بعيون رشا تشاهدي المستقبل للحراك الذي يحدث الآن؟ هل سوف يقف أم سيستمر؟ الحراك الدائر الآن كل المؤشرات تقول أنه سيستمر وسيكون أساسا للانطلاق إلى مستقبل أكثر حرية وأكثر ديمقراطية وأكثر تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني. نعم، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك الأستاذة رشا عوض، كاتبة وصحفية من الخرطوم، وأيضا شكرا للأستاذة فاطمة غزالي، كاتبة وصحفية، كنت معنا من الخرطوم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وكالمعتاد نعود